يستمر في الأشواط وينطلق الشوط السابع للحقائق الأبكار بحفظ من الله ورعايته. نبدأ مع المركز الأول ونبدأ مع الصدارة. نبدأ مع المركز الأول ومع الصدارة ونغرد مع الصدارة ومع المقدمة. نرى هنا السيوف علي بن سالم من جر الله بن سالمين المري. نبدأ مع المركز الأول ونبدأ مع الصدارة. نبدأ مع المقدمة هنا شعار السنارية. هنا تصل انذار سيف بن علي بن عبيد السناري المري. هنا يصل بتحديات انذار على المركز الاول والصدارة. ثاني المراكز وثاني التحديات نرى القدوم هنا من قبل سيوف علي بن سالم من جر الله بن سالمين المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز وثالث التحديات ثالث المراكز وثالث التحديات. نرى القدوم من الشاهنية مقرن بن سيف بن علي الفهاد السبيعي على أول فهد السبيعي على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز تصل هنا طب محسن بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج المري على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز إشعار بن مقارح على خامس المراكز وخامس التحديات. هنا تصل ثمينها نعم ثمينها سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح المري على خامس المراكز وخامس التحديات. اتممنا نداونا للمرة الاولى للفايف ستار للخمس المراكز الاولى ونعود الى النجمة الكبيرة الساطعة هنا في ميدان البصير. نعود الى انذار انذار على المركز الاول وعلى الصدارة المملوكة لسيف بن علي بن عبيد السناري على المركز الاول والصدارة. نرى القدوم والدخول هنا من قبل سيوف علي بن سالم بن جر الله بن سالمين المري على المركز الاول والصدارة. ثالث المراكز تصل طب محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج المرية العلاج قدام يا صاحب طب. رابع المراكز هنا تصل ثمينها سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح لا شيء اغلى من المركز الاول يا بن مقارح. خامس المراكز وخامس التحديات نرى شعار البريدية هنا رمز حمد بن جل الله بن علي بن حسين البريدية على خامس المراكز وخامس التحديات. نعود الى المركز الاول خامس المراكز نعم مع غزر محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي على خامس المراكز وخامس التحديات. نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود هنا الى سيوف علي بن حمد بن جل الله بن سالمين المري هنا على المركز الاول والصدارة. سلالة سياف سيوف هنا يتواجد على المركز الاول. هنا السلالة العريقة لسياف هنا تصل احدى بنات سياف على المركز الاول والصدارة. ثاني المراكز هنا تصل انذار سيف بن علي بن عبيد السنوري المري. ثالث المراكز نرى هنا طب محسن بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج المري. ركز يا سعود ركز يا سعود بن فراج فالمتابعة. رابع المراكز هنا القدوم من قبل عملها علي بن راشد بن هادية بن علي القرح المري على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز هنا القدوم من قبل شرف محمد بن فراب العتيق البريد المري. يا سلام
الله، نرى المركز الأول ونرى الصدارة، نرى الذي طرى وجرى على المركز الأول. هنا سيوف، سيوف علي بن سالم بن جر الله بن سالم المري، يا سلام تصل طب طب، يا سلام يا بن فراج بن فراج بن فراج، طب طب محسن 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 بن علي بن مبارك بن فراج المري، يحيي السبوق اللي لها في المحافل دور ترضي مضمرها ويرضيه تضميره. اشكرك اشكرك يا بن فراج على هذا الاداء الممتاز، والشكر لسعود بن فراج المري فالمتابعة والمسايرة هنا لطبه الذي عالجت نفسها بنفسها بالمركز الأول والصدارة. تهانينا والمبروك ثاني المراكز. هنا عملة المملوكة لعلي بن راشد بن هادي بن علي القرح المري ثالث المراكز، الشقا علي بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري.